السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في درس جديد لمادة الرياضيات، وهو درس الجمع والطرح والضرب. نعم، الجمع والطرح والضرب هو درس جديد وليس بجديد. لماذا؟ لأن فهذا مجرد تذكار فقط لما تعلمناه سابقا. يعني تعلمنا درس الجمع بوحده، وشفنا درس الطرح بوحده اللي هو الناقص، وشفنا درس ديال الضرب بوحده، وشفنا كذلك هالدروس يعني مع عمليات اللي فيهم بالاحتفاظ وبدون احتفاظ. حنا غادي نشوفوا هنا كتذكار بعض العمليات، يعني نشوفوا على شكلين، اللي هو عندنا الشكل الأفقي وعندنا الشكل العمودي كما هو الشأن هنايا. فهو الشكل الأفقي فعندنا هنا 12 زائد 13 كتساوي 25، وهنا عندنا بالشكل العمودي اللي هي نقدر نوقف عليها واللي هي مهمة لينا بزاف. فهنا بالشكل العمودي كتبين لنا العملية سهلة. عمودي نعقلوا عليه، حنا كنا كنشرحوا في القسم دائما كنقولوا عمودي بحال العمود، العمود ديال النشاط. كيفاش داير؟ واش هو ناعس؟ لا، فدائما كيكون واقف. كذلك فهنا العملية كنشدوها الارقام ديالها او الاعداد اللي متتكون منها، فكان نوقفهم تكونوا واقفين، ويكون واحد تحت واحد او واحد فوق واحد. جيد، اذا هنا عندنا نشوفوا 12 زائد 13. فهنا كيفاش كتذكر فقط كيفاش كنقوموا بانجاز العملية. فهنا كنديروا 3 زائد 2، تمشيوا للرقم اللي فوقها، ما كنمشيوش نقولوا 3 زائد 1، لا هذه خطأ. يعني 3 زائد 2 تمشيو للرقم، رقم الوحدات. عندنا رقم الوحدات والعشرات، كنبداو بالوحدات دائما. ولو 3 زائد 2 شحال؟ 5. كنمروا هذه عملية يعني الجمع، كنمروا عاوتاني هنا تندوزو العملية للرقم الموالي. 1 زائد شحال؟ 1. تمشيو للرقم العشرات، 1 زائد 1 شحال؟ 2. كنوضعوه. فهي العملية ديالنا قمنا بالإنجاز ديالها بكل بساطة وبشكل صحيح. لنمر، فهنا عندنا عملية طرح بشكل أفقي، 23 نقصنا منها 12 فهي عطاتنا 11. حنا نتأكدوا منها في العملية اللي موضوع علينا بشكل عمودي. فهي عندنا هنا 23 ناقص 12 كتساوي لنا 11. غادي نشوفوا 3، هي 3، كنبداو دائما برقم الوحدات. 3 نقصنا منها 2 شحال بقات لنا؟ 1. نعم، هنا نمر 2، نمر إلى رقم العشرات، 2 نقصنا منه 1 فأعطانا 1. جيد، ممتاز. فهاي العملية ديالنا فهي منجوزة يعني بطريقة اللي صحيحة. جيد، لأن تبعنا الخطوات الصحيحة. دائما كنبداو برقم وحدات عاد تنمرو لرقم العشرات. فهذه عملية بدون احتفاظ، غير التذكار. فأنا كنذكركم فقط بوضع العمليات وكيفية الإنجاز ديالها. فلنمر إلى عملية الضرب. فعندنا هنا مثال، يعني عملية موضوع علينا بشكل أفقي كما هو الشأن هنايا. عندنا 2 في 3 و 30 فهي كتساوي لنا 66. فهي وضعنا هنا، نشوفوا كيفية طريقة إنجاز العملية. وضعناها بشكل عمودي، فهي 2 تنضربوها يعني في 3 شحال تساوي لنا؟ 6. نعم، هي وضعناها. كنمروا إلى رقم العشرات من بعد ما أننا انتهينا من رقم الوحدات، 2 في 3 فهي كذلك كتساوي لنا 6. فهي العملية ديالنا اللي هي 66. ممتاز. إذا لنعود أعزائي التلاميذ والتلميذات إلى الدرس، وهي عندنا لدينا الصفحة 108. فهنا التمرين رقم 1 قال لك عند هاجر 5 دراهم، عندها 5 ديال الدراهم. نعم، ممتاز، 5 ديال الدراهم في يدها اليمنى. ها هي يدها اليمنى، هي هذه عندها 5 ديال الدراهم هنا في اليد هذه، و3 دراهم في يدها اليسرى. نعم، ها هي اليد اليسرى عندها 3 دراهم. ممتاز. إذا قال لك وعند عمر 6 دراهم، كم من الدراهم عند هاجر وعمر معا؟ إذا بما أن هاجر عندها 5 ديال الدراهم في يدها اليمنى و3 ديال الدراهم في يدها اليسرى، وعمر عنده 6 ديال الدراهم، إذا يعني هاجر وعمر شحال عندهم من الدرهم؟ بجوج. إذا هنا فغادي نتبعوا العملية واللي هي سهلة. فهنا قال لك لحل المسألة
تيعطونا الطريقه ديال كيفاش نحلوا هذه المساله هذه. قالك اعلم ما عند هاجر، انا عارف شحال عند هاجر في يديها اليمنى وفي يديها اليسرى، غادي نجمع داك الشيء اللي عندها. يعني هنا غادي نعتمد على واحد المهاره من المهارات. قالك واعلم ما عند عمر، نعم، وقالك واعلم ما عند عمر، وانا عارف شحال عند عمر. ايه عمر عنده 6 ديال الذهب، واجمعوا العددين. هنا عطاونا واحد الكلمه اللي هي مهمه، يعني مفتاح ديال طريقه انجاز العمليه باش نلقى. يعني هذه دائما خصني نعتمد عليها في الرياضيات، هذه الكلمات مهمين، هادو عبارة عن مفاتيح سوارت، هادو كنفهمو بيهم الطريقة اللي أننا كنقوم بإنجاز العملية بطريقة صحيحة. هنا قالك أجمعوا، أجمعوا شنو؟ واش أجمعوا هي أطرحوا يعني هي نقص، واش هي أضربوا؟ لا، أجمعوا هي نجمع يعني هي نزيد. أجمعوا العدد بمعنى هنا عطاوني شنو، شد هذا العدد 3 مع 6 مع 5، وغادي نجمعهم، وهكا غادي نلقى شحال كان عندها هاجر وشحال عند عمر. يعني وغادي نوضعهم هنا، ها هاجر شحال عندها، ها عمر شحال عنده، ها شحال كيساوي بجوج، عندها هاجر وعمر معا، وكنوضع هنا شحال كاينه من درهم. ممتاز. إذا لنمر إلى التمرين رقم 2. قالك هنا عند عمر، هنا دائما كنلقاو عمر، عند عمر 30 درهما، إيه أعطته أمه شحال؟ أعطته 20 درهم. هاد السي عمر هذا ديجا كانت عنده واحد 30 درهم، واحد البركة ديال الفلوس اللي هي قدرها 30 درهم. إذا هنا أعطته أمه، أعطته شحال؟ 20 درهم. بمعنى آخر هنا خصني نكون ذكي، واحد اللي مثلا عنده 2 دراهم، وأنا نعطيه واحد دريهم واحد آخر، شنو درت ليه؟ يعني زدته، يعني هنا أعطته هي، زادته أمه 21 درهم. إذا قلت هنا كم أصبح عند عمر من الدراهم، كم أصبح عند عمر من شحال ولات عنده من درهم، أصبح شحال ولات عنده. إذا هنا عاوتاني بسطوا لنا العملية، الله يجازيهم بالخير. هنا كيقولوا لنا الطريقة اللي غادي نخدموا عليها. قالك لي حل المسألة، أعلم ما عند عمر، أنا عارف السي عمر شحال عنده، إياه، وأعلم ما أعطته أمه، كنوضع هنا شحال عنده وكنوضع هنا شحال عطات امه، واجمعوا العددين. هنا كذلك عطاونا المفتاح ديال طريقه الانجاز هنا، حيت هنا الدرس شويه هو درس مركب. قالك درس ديال الجمع والطرح والضرب. وهنا كنلاحظوا هنا عندنا كلمات مفاتيح اللي هي اجمعوا. اذا شنو غادي ندير؟ غادي نجمع. اذا نعتمد على عمليات ا زائد عمليات الجمع. ها هي ما عند عمر 30 درهم، ما عطاته امه 20 درهما، وغادي نوضع العمليه هنا بالشكل الافقي. انا وريتكم المثال ديال الشكل الافقي، وهنا شفناه، ها هو الشكل الافقي كيف هو الشكل العمودي. انا الشكل الافقي احيانا غادي يقدر يجيني صعيب، يعني كيفاش نوضع باش غادي يمشي. مثلا غادي نبدا بالوحدات بوحدهم ونزيد بالعشرات، مثلا جوج مع ثلاثة، وعاد مثلا غادي يمشي ديال واحد مع واحد، تقدر تجيني صعيبة. اذا نوضع بشكل عمودي، وهكا غادي نبسط على نفسي عمليات انجاز العملية، طريقة انجاز العملية. اذا لنتميم اعزائي التلاميذ، هنا غادي نوضع العملية، شحال عطاتو مو، شحال كان عنده، شحال زادتو هي، وشحال ولات. اذا اصبح عند عمر شحال، اذا غادي دير شحال ولات عنده من درهم. اذا لنمر اعزائي التلاميذ والتلميذات الى التمرين رقم 3. قالك عند هاجر 9 قلادات، عندها 9 ديال القلادات، اعطت لاخيها 4 ديال القلادات، كم أصبح عند هاجر من القلادات؟ جيد. إذا هنا تنظن بأن إنجاز العملية فهو سهل. كان عندها مثلا واحد كان عنده نعمان سيدي، كانت عنده 10 ديال البيات، أعطى 5 ديال البيات لخوه، وشحال بقات عنده من بيه؟ إذا بقات عنده 5. كذلك هنا غادي نشوفوا كانت عندها هي 9 ديال القلادات، وعطات لخوها 4 ديال القلادات، إذا شحال ولا عندها؟ إذا نقول لك هنا أعلم ما عندها هاجر وما أعطت لأخيها، وأبحث عما أصبح لديها. هنا ما عطاوناش المفتاح، ولكن أنا خصني نكون فاهمه، لأن العملية جد سهلة بطبيعة الحال. هنا عطاوها لينا على شكل تمثيل، ها هو بينوا لينا، عطاونا هنا 9، هاد 9 شحال قداش هاد الشريط ديالها، وها 4 شحال قداش. إذا هاد 9 اللي نقسمناها هاد 4، إذا شحال غادي يبقى فيها؟ هنا ممكن نخدموا بصباعنا بالخشيبات، نخدموا بالعملية الأفقية أو العملية العمودية. فهنا شحال كان عندها من القلادة، شحال عطات لخوها، شحال ولا عندها؟ إذا أصبح عندها هاجر شحال من القلادة. جيد أعزائي التلاميذ والتلميذات، كملاحظة كاين اللي ما يفهمش شنو هي القلادة.
انا ديك القلاده احيانا ما يهمنيش نايا، واش تكون اللي بغات تكون بيا ولا خبزه ولا نوضع في بلاصه اي اداه من الادوات، نوضع في بلاصه الكتب، الاقلام السعودي، الاقلام السعودية، ونخدم. انا اللي كيهمني الاكثر هما الارقام، هي اللي خصني نشتغل عليها. حيت احيانا بعض الكلمات بالعربيه ربما تبان لي صعيبه ما نفهمهاش، ولكن ما كيهمش، لان الرياضيات فهي لغه ارقام. ممتاز، الى هنا قد نكون انتهينا، وشكرا لكم.